ما يخص البصرة في منتصف الشهر شهر أكتوبر حضرنا مؤتمر الاقتصاد العربي التركي، وكان محوره كيف أن ننسق الأمور الاقتصادية ما بين البلدان العربية وخصوصا العراق، ما يخص العراق وجارة تركيا، وجرى الحديث بعمق، وكان أهم محور بالنسبة للجانب التركي وكذلك للجانب العراقي هو طريق التنمية وما له وما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد للبلدين ولكل منطقة في المستقبل القريب. مثل ما تعرف حضرتك، طريق التنمية هو طريق يمتد إلى أكثر من 2000 كيلومتر من ميناء الفاو إلى آخر نقطة في الحدود العراقية تركيا في محافظة الموصل، بالإضافة إلى أنه يحتوي على 6 ممرات، 3 ذهابا و3 إيابا، طريق سريع سيكون أو سينشأ بأحدث المواصفات، بالإضافة إلى سكة حديد لنقل المواطنين على الطراز أو حسب المعايير الأوروبية، على اعتبار أن هذا الطريق سيربط في أوروبا بسرعة قصوى مقدارها 300 كيلومتر بالساعة، بالإضافة إلى سكة قطار لنقل البضائع أيضا يعني حسب المواصفات الأوروبية بسرعة قصوى تصل إلى 120 كيلومتر بالساعة. والأهم أن المحطات 15 على طول الطريق، 15 محطة للبضائع، 15 محطة للمسافرين، و3 محطات مهمة، واحدة في البصرة وبغداد والموصل. هذا الطريق وهذا المرفق الحيوي الذي يربط الشرق بالغرب عبر ميناء الفاو والعراق مرورا بتركيا إلى أوروبا، هو من أهم المواضيع التي تم مناقشتها في هذا المؤتمر.